فياريال يفاجئ أوروبا ويقصي باير ميونخ الألماني من دوري أبطال أوروبا. لا زالت المفاجآت تتواصل في دوري أبطال أوروبا. واصل فياريال مغامرته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما تأهل إلى قبل النهائي على حساب مضيفه بايرن ميونخ الألماني بفضل هدف صامويل قبل النهاية بدقيقتين في التعادل 1-1 في إياب دوري الثمانية يوم الثلاثاء، وألغى هدف الدولي النيجيري. تقدم أصحاب الأرض عبر البولندي روبرت ليفاندوسكي في الدقيقة 52 من أول تسديدة على المرمى بعد خطأ دفاعي للضيوف، وتأهل فياريال لقبل النهائي بعد فوزه 2-1 في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة بعد فوزه في مباراة الذهاب 1-0 في الأسبوع الماضي. وينتظر فياريال في الدور قبل النهائي الفائز من ليفربول وبنفيكا، وذلك بعد تفوق النادي الإنجليزي 3-1 في مباراة الذهاب في لشبونة. وهكذا أتلتيكو مدريد يصدم عشاق وجمهور بايرن ميونخ الألماني، ولم يكن أحد يتوقع هذه النتيجة. الكل كان يتوقع تأهل بايرن ميونخ، ولكن في كرة القدم لا يوجد هناك شيء مستحيل،